السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. في هذا الدرس سوف نتعرف على le verbe être au passé composé et au futur. Le verbe être سبق وقلنا أنه هو فعل كينونة، يعني عندما أقول أنا أتحدث عن نفسي وأقول أنا أو أنا أكون فأستعمل le verbe être. Au passé composé يعني في الماضي et au futur يعني في المستقبل. إذا اليوم سوف نرى le verbe être في الماضي وفي المستقبل، ولكن قبل هذا لا بأس أن نتذكر le verbe être au présent. فسابقا تعرفنا على le verbe être au présent، سوف أترك لكم رابط الدرس في صندوق الوصف. فبالنسبة لمن لم يشاهد هذا الدرس فيجب عليه أن يشاهده أولا le verbe être au présent أولا، ثم يرجع يشاهد le verbe être في le passé ou le futur. إذن le verbe être au présent تصرفه هو كالتالي، أو la conjugaison نتاعو هي كالتالي: je suis يعني أنا، tu es أنت، il est هو، elle est هي، nous sommes نحن، vous êtes أنتم، ils sont هم، elles sont هن. إذن هذه هي la conjugaison نتاع le verbe être au présent. فهنا عندي je suis. Je suis شنو هي؟ Je suis verbe يعني suis، و le verbe être في le présent donc verbe. دابا إلا عندي je suis وحدها verbe آخر، يعني مثلا je suis venu يعني لقد جئت أو أنا جئت. Je suis venu يعني venu و le verbe venir جاء. Donc je suis venu، هاد سوي ما كتبقاش كتسمى فيرب، لا كتولي اوكسيليير، كتولي لوكسيليير اتر او بريزون، كتولي اوكسيليير. شنو هو اوكسيليير؟ اوكسيليير هو مساعد الفعل. كتولي هاد سوي غير كتساعد هاد لو فيرب باش نكونجوغيوه، داكوغ؟ يعني جو سوي كتولي لوكسيليير اتر او بريزون، وهاد فوني كيتسمى او هاد لو فيرب اللي موراه كيتسمى لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي. هذا لو بارتيسيب باسي. دونك بالنسبه لي زوكسيليير فكاينين اثنان، كاين لوكسيليير افوار او لوكسيليير اتر، فقط ما كاينش ثالث. دونك كاينين غير زوج، لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار. وبالنسبه لهاد لو فيرب اللي كيكون موراهم كيتسمى لو بارتيسيب باسي، لو بارتيسيب باسي. اذا اللي خصكم تفهموا هو ان اي فيرب بغيت نصرفه في لو باسي كومبوزي فكيخصني نستعمل معاه واحد لوكسيليير، يا اما اتر يا اما افوار، على حسب لو فيرب واش كيتصرف مع لو فيرب اتر ولا لو فيرب افوار. دابا غنشوفو لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر في لو باسي. بالنسبه لو فيرب اتر فاش كنبغيو نصرفو في الباسي فغنستعمل معاه لوكسيليير افوار ماشي اتر. غنشوفو دابا ان شاء الله. دونك لو فيرب اتر او باسي كومبوزي كيتصرف كالتالي: جي ايتي. اذا هذا هو لو فيرب اتر، ولكن لوكسيليير اللي كنستعمل معاه افوار ماشي اتر. ني ميمكنش نقول جو سوي اتي، لا جي اتي. دونك تنستعمل لو فيرب افوار في لو بريزون، و اتي هو لو فيرب اتر في لو باسي كومبوزي. دونك الا بغيت نصرف لو فيرب اتر في لو باسي كومبوزي فكنستعمل معاه لو فيرب افوار كوم اوكسيليير. دونك لوكسيليير هو لو فيرب افوار. دونك جي اتي، tu as été، il a été، elle a été، nous avons été، vous avez été، ils ont été ou elles ont été. هذه هي la conjugaison تاع le verbe être في le passé composé. D'accord؟ عندي été كلهم فيهم été، يعني كندير le verbe avoir في le présent وكنزيد عليه été، été 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 été. D'accord؟ دونك شنو هي هاد j'ai été؟ شنو هي؟ j'ai été هي انا كنت يعني في الماضي، انا كنت في الماضي. tu as été انت كنت يعني دائما الماضي. il a été هو كان، elle a été هي كانت، nous avons été نحن كنا، vous avez été انتم كنتم، ils ont été هي هم كانوا، elles ont été هن كنا. Donc j'ai été، tu as été،
il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. امتى غنستعمل هذا لو فيرب avoir عفوا امتى غنستعمل هذا لو فيرب être في الباسي كومبوزي يعني لا كونجوكسيون دائما كنستعملوها في الكلام بالفرنسيه فاش نبغي نركب جمله بالفرنسيه ومثلا بغيت نقصد انني انا كنت مثلا كنت مريضه ما غاديش نقول جو سوي مالاد لا راه كنت مريضه دابا الحمد لله صحيحه دونك غنقول جي ايتي مالاد جي ايتي مالاد يعني انا كنت مريضه ماشي دابا ولكن في الفرنسية يعني الفرنسيين ما كيستعملوش بزاف لو فيرب اتر في لو باسي كومبوزي فبعدا قبل لو باسي كومبوزي يعني كنستعملوه في الماضي القريب يعني مثلا انا غير البارح كنت مريضه فغنقول جي ايتي مالاد وبالنسبه الى كنت مريضه يعني هادي عام ولا يعني سنه ولا سنتين فغنقول جي ايتي مالاد غنستعمل لامبارفي لامبارفي ان شاء الله غنشوفه في دروس مقبله غنستعمل لامبارفي يعني غنقول جي ايتي مالاد ولكن الفرنسيين في اغلب هضرتهم كيستعملوا لامبارفي ما كيستعملوش بزاف لو باسي كومبوزي يعني الا بيقول لك شي فرنسي كنت مريض واخا غير البارح ما يقولكش جي ايتي مالاد نو غيقول لك جي ايتي مالاد يعني غيستعمل لامبارفي داكشي باش بزاف ما كنسمعوش بزاف جي ايتي تو ايتي في الفرنسيه بالنسبه للكلام تاع الفرنسيين ولكن الصحيح هو هذا هو لو باسي كومبوزي يعني الا بغيت نتحدث على شي حاجه دازت غير ايير يعني غير البارحه او الاسبوع الماضي فغنستعمل لو باسي كومبوزي وماشي لامبارفي فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبه لا كونجوغيزون نتاع لو فيرب اتر او باسي كومبوزي دابا غنشوف واحد ليكزيرسيس ومن بعد ان شاء الله غادي نتعرفوا على لو فيرب اتر او فيتور دونك دابا عند اكزيرسيس بالنسبه لو فيرب اتر او باسي كومبوزي فهنا هاد الفراغات غنملؤهم لو فيرب اتر مكونجوغي في لو باسي كومبوزي دونك لا سيمين ديرنيير الاسبوع الماضي il en vacances يعني غنقول لا سيمين ديرنيير il a été en vacances يعني في الاسبوع الماضي كان يعني هو كان في عطله en vacances لا سيمين ديرنيير هي الاسبوع الماضي جي جونتي بالنسبه لجونتي هو لطيف وإلا درنا إلا عندي فيمينا يعني بنتكلم على سيدة فغنستعمل جونتي لطيفة يعني لطيفة افيك مي زيليف مع تلاميذي لي زيليف هما التلاميذ دونك جي جونتي افيك مي زيليف مي زيليف عفوا فغنقول جي ايتي جونتي افيك مي زيليف يعني كنت لطيفة مع تلاميذي جي ايتي جونتي افيك مي زيليف وكنستعمل Le verbe être, le passé composé. Vous, généreux avec moi. Donc, le verbe être au passé composé, le pronom vous, ou vous avez été. Vous avez été. Nekuntum, généreux avec moi. Généreux, yakorama, ou karim. Karim. Donc, vous avez été généreux avec moi. Kunt kariman, ma'i. Ou kuntum korama, ma'i. Karim et son frère malades car ils ont mangé trop de sucre. Karim et son frère, il y a un thème, le pronom il. Il est le pluriel. Ils ont été malades car ils ont mangé trop de sucre. Yani Karim ou l'akhin ta'o, kano maridaini li annahum akalu l'kathir mina sukkar. Trop de sucre ou l'kathir mina sukkar. Le sucre ou sukkar. فنتمنى يكون واضح لكم الان غنمروا نتعرفوا على لو فيرب اتر او فيتور لو فيرب اتر او فيتور ف لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر في الفيتور هي كالتالي je serai tu seras il sera elle sera nous serons vous serez ils seront Elles seront. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. فبالنسبه je serai هي انا سوف اكون يعني في المستقبل. فقلنا le verbe être le présent يعني في الحاضر هو انا اكون je suis انا اكون يعني الان. وفي الماضي اللي هو الباسي كومبوزي انا كنت هي جي ايتي انا كنت
وفي الفيتور أو المستقبل je serai يعني أنا سوف أكون je serai tu seras أنت سوف تكون أو bien أنت سوف تكونين tu seras il sera هي هو سيكون elle sera هي ستكون nous serons نحن سنكون المستقبل سنكون vous serez أنتم ستكونون ils seront هم سيكونون elles seront هن سوف يكون أو سيكون d'accord إذن هذه هي الكونجوغيزون تاع le verbe être au futur je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils ou bien elles seront D'abord, un chauffe-eau exercice. Donc, un exercice qui est à l'heure le verbe être au futur. Je, absent, ou bien absente, fana absent, raib, absente, raiba, du bureau demain. Yani, ana sauf akoun raiba anil miktab, radan. Fana ranstamel, je, ranstamel, le verbe être le futur, ou un, serai. Je serai absente du bureau demain. Yani, ana, سوف أكون غائبة غدا عن المكتب يعني غدا شي بستعمل لو فيتور ماشي الآن يعني غدا دونك نستعمل لو فيتور مون فيس ابني اون 3ييم ا لا رونتري سكولير بروشين د لا رونتري سكولير بروشين يعني الدخول المدرسي المقبل يعني غنستعمل لو فيتور دونك مون فيس اون 3ييم اني او بيان 3ييم ا لا رونتري سكولير بروشين يعني سوف يكون في القسم الثالث في الدخول المدرسي المقبل دونك مون فيس يعني اللي هو il كي قبلي لو برونون il فغنقول مون فيس سورا اون 3ييم ا لا رونتري سكولير بروشين سورا سورا demain matin يعني كي غنشوف demain matin غدا يعني اوتوماتيكمون غنستعمل لو فيتور فين غدا ماشي دابا غدا او بيان demain matin غدا في الصباح vous dans le bateau donc Demain matin, vous serez, سوف تكونون, في المركب, ou في القارب. Donc, demain matin, vous serez dans le bateau. Nous, très occupés dans trois jours. يعني نحن, سوف نكون, دي serons. Nous serons. يعني نحن, سوف نكون مشغولون, في هذه الأيام الثلاثة. اذا نو سورون تري اوكوبي دون 3 جوغ فنتمنى يكون واضح لكم ففي هذه الحصه تعرفنا على لو فيرب اتر او باسي كومبوزي و لو فيرب اتر لو فيتور وسابقا تعرفنا على لو فيرب اتر في لو بريزون اللي هو الحاضر اذا لو فيرب اتر في لو بريزون هو جو سوي tu es il est nous sommes vous êtes ils sont لو فيرب اتر في لو باسي كومبوزي هو j'ai été tu as été فقلنا كنستعملو لوكسيليير avoir مع été donc j'ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été وبالنسبه لو فيرب اتر في لو فيتور اللي هو المستقبل je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبه للدرس نتاع اليوم فلا كونجوغيزون فكتبغي الحفظ ما كتبغيش غير الفهمه ولا فكتبغي تحفظ عن ظهر قلب فوصلنا لنهايه الحصه كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس فاللي كنصحكم به هو تحفظوا لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر لو بريزون لو باسي كومبوزي او لو فيتور وسابقا راه درت لكم الدرس نتاع لو فيرب افوار تا هو في لو باسي كومبوزي وفي لو فيتور وفي لو بريزون غنخلي لكم جميع الروابط في صندوق الوصف فنتمنى تكونوا استفدتوا معنا وما تنساوش تبارطاجيو او تشاركوا هذا الدرس مع اصدقائكم لكي تعم الفائده واشتركوا في القناه اللي ما كنتوش مشتركين من قبل وما تنساوش تضغطوا على زر لايك او جيم باش تشجعوني نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله